أسعد بلقائكم من جديد مشاهدينا في برنامج تساؤلات هذا المساء، نخصصه للحديث بالتفصيل عن الموجة الرابعة لفيروس كورونا كوفيد-19 والجزائر التي تسجل اليوم أكبر ذروة للحصيلة اليومية للإصابات بالفيروس منذ بداية هذه الجائحة. اليوم الجزائر سجلت 2211 إصابة بكورونا و13 حالة وفاة، وهي أكبر كذلك ذروة من ذروة الموجة الثالثة التي كانت قوية. الحديث كذلك مشاهدينا، هل سيصبح أوميكرون المتحور الجديد هو الأكبر والمسيطر على هذه الموجة الرابعة؟ وكذلك الأطفال هم الأكثر عرضة للمتحور الجديد أوميكرون، متى نصل إلى الذروة وما مدى فرضية نهاية جائحة كورونا بالمتحور أوميكرون؟ العديد من النقاط التي يسعد بمناقشتها مع ضيفي البروفيسور إدير بيطام، الباحث والمختص في الأمراض المتنقلة والاستوائية. بروفيسور إدير بيطام، مساء الخير، أهلا وسهلا بك. مساء الخير، شكرا للاستضافة، مرحبا بكم. شكرا لك. كذلك يلتحق بنا عبر الهاتف البروفيسور جعفر حنطالة، رئيس مصلحة جراحة الأطفال بمستشفى بنيم السوس. بروفيسور حنطالة، مساء الخير، أهلا وسهلا بك. مساء النور. مساء النور يا أخي. المشاهدين يعني الطرب الوطن. شكرا جزيلا لك بروفيسور جعفر حنطالة، سأعود إليك بعد قليل. بداية بك بروفيسور إدير بيطام، كيف تفسر هذه الوضعية الوبائية التي تعيشها الجزائر هذه الأيام مع المنحنى الوبائي الذي يواصل في الارتفاع؟ اليوم سجلنا أكبر ذروة منذ بداية الجائحة، 2211 إصابة كحصيلة قياسية يومية. هل تعتقد أننا لم نصل بعد إلى الذروة؟ متى سنصل إلى الذروة، خاصة أنه الآن فيه متحورين ما بين دلتا والأوميكرون؟ شكرا. لازم تعرفوا حقيقة كما تفضلتوا وقلتوا بلي عندنا ذروتين، على كل حال عندنا منحنيين، منحنى الدلتا ومنحنى الأوميكرون. واش انا نلاحظوا الان عندنا نفس النسبه المئويه تاع الاوميكرون والدلتا، عندنا 56 ولا 57% من الاوميكرون و 47 ولا 44% من الدلتا. لازم تعرفوا بلي دلتا هو الاخطر من الطفره مقارنه الاوميكرون، دونك هي اللي راح تلحق الناس الانعاش، تلحق الناس الاخر الموت، دونك ربي يرحمهم ويسع عليهم. دونك حنا المشكل رانا نسنى في الخطر، الخطر مازال موجود، خاطر الناس اللي راهم عندهم العدوى عندهم 50% يقدر يكون اوميكرون، 50% يقدر يكون دلتا. دونك راكم تشوفوا باللي الاعداد راهي في التصاعد. دونك المنحنى هذاك ما هو المنحنى التصاعدي. واش نلاحظوا دوكا هذا ما يلزمش يخوفونا، خاطر لازم تعرفوا كل يومين ثلاث ايام الارقام هادو راح يتضعفوا، كل يومين يتضعف، دونك نقدروا نلحقوا 50,000 60,000 حاله. هذه ما تخوفش، خاطر الحمد لله رانا نشوفوا بلي الاوميكرون هو اللي رايح يغلب الدلتا، والاوميكرون خفيف على الدلتا، يعطي الاعراض. الناس اللي عندهم الامراض المزمنه، الناس اللي عندهم مش ملقحين، هادو ما يقدر يدير لهم خطر، يقدر يلحقهم سبيطار ولكن ما يلحقهمش الانعاش، ما يلحقهمش يسحقوا الاكسجين، ما يلحقوش الموت. دونك هذا هو اهميه اللقاح، يقدر يلحقهم، يقدر يسلكهم الموت. طيب في هذه الموجة مقارنة بالموجة الثالثة بروفيسور إدير بيطام التي كانت ربما خطيرة، وشفنا أنه في حالات جد خطيرة وصعبة وحالات وصلت إلى المستشفيات وكان في ضغط كبير على المستشفيات، في هذه الموجة الرابعة الملاحظ أنه مثلا يعني المريض المصاب بفيروس كورونا، يعني لا نستطيع أن نقول يعني دلتا أو أوميكرون، لكن الكل يعني حالته ما هيش خطيرة يعني، لكن عندما يتوجه إلى مخابر التحاليل التحليل يكون إيجابي. ما هو تفسيرك لهذا الوضعية؟ هل تعتقد أنه الآن هو أوميكرون اللي سيطر على كل الحالات في الجزائر، لهذا السبب ربما الحالات خفيفة وما فيش حالات خطيرة؟
نعم حقيقة نشوف أسبوع الفارط فقط، أسبوع الفارط فقط كان عندنا إحصائيات 50% من حالات الإنفلونزا الموسمي، كانت 50% هي الكوفيد 19 كوفيد 19، والآن نلاحظوا بلي نقدر نقول 100% من كما نقولوا لي سيمبتوم دونك الاعراض تاع الانفلونزا الموسمي هي قرب 100% راهي هي الكوفيد 19. على بالها دوك احنا نوصيو الناس لكل الناس اللي عندهم الاعراض يتشبه الانفلونزا الموسمي ولا يتشبه الكوفيد يروح يدير لو تيست انتيجينيك. لو تيست انتيجينيك هو فحوصات سريعه هي موجوده ما في الصيدليات والسعر تاعها راهو خفيف، دونك حبطنا السعر تاعها دوكا 100,000 دينار تقدر دير هذا التيست. 1000 دينار جزائري يعني 100,000. يقدر واحد يديه للدار يخدمه الدار بلا ما يروح المخبر، يدير لاشين كما يقولوا يكون مع الناس بزاف، وهذيك يقدر يزيد يجيب الكوفيد مع الناس اللي راهم موجودين فيستناو النتائج ولا يروحوا يستناو باش يديروا التعيار. دونك هذا حاجه مليحه. دونك كما لاحظنا نقدر نقول بيقدر قريب 100% من الناس اللي عندهم اعراض من الاعراض خفيفه جدا كما نقولوا سيان في النف في النيف في الانف عفوا ولا شوي وجع في الراس ولا حاجه خفيفه جدا يروح يدير هذا التحاليل السريع يصيبوا ايجابي دونك لي بوزيتيف. هذا يرجع نقول الحمد لله اظن بانه الاوميكرون يعطي كما نقولوا دي سيمتوم الاعراض خفيفه جدا، وان شاء الله هو اللي راح يدير لنا المناعه الجماعيه. خاطر عدد الاحصائيات اللي نشوفها في وزاره الصحه كان 13% فقط من الجزائريين اللي داروا لقاحات، وكان ديروا زيد هذوك اللي داروا الكوفيد في الموجه الثالثه اللي مازال عندهم شويه المناعه نقدر نقولوا لحقنا 30 ولا 40% فقط. طيب سنتحدث عن هذه النقطه بالتفصيل بروفيسور ادير بيطام. تحول الى ضيفي عبر الهاتف بروفيسور جعفر حنطاله. بالعوده الى اخر بيان لمعهد باستور في الجزائر الذي قال بانه الجزائر سجلت عدد كبير من الإصابات بالمتغير أوميكرون عند الأطفال وهم الأكثر تأثرا بصفة عامة بالفيروسات التنفسية. هل تعتقد أنه منحنى سيبقى في ارتفاع خلال الأيام القليلة القادمة عندما نتحدث عن الحصيلة اليومية للإصابات ما دام أنه في أطفال كثر في الجزائر الذين أصيبوا بالمتحور أوميكرون وهو معروف بخاصيته سريع الانتشار؟ بروفيسور حنطالة. نعم حقيقة الارتفاع هذا يعني في السبب يعني شفنا يعني العام اللي فات كيبدا مرض كورونا هذه ما شفناش ما كناش نشوفوا بزاف الاعداد يعني الاطفال صحيح دروك رانا نشوفوا العدد كثيرا يعني تقريبا يعني باش نعطيكم يعني الرقم برك يعني بين لو البارح كان تقريبا 80 بين 80 و100 يعني الدراري اللي يجيو يشوفوا في المستشفيات وعندهم الكورونا. لهذا السبب علاش الارتفاع هذا؟ الارتفاع هذا كاين تغير تاع الفيروس هذا، الفيروس اللي بجا اصلي يعني اصلي كان في 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 لاشين في اليونان ولا يعني تغير علاش تغير؟ هذا يتغير باش كان حرب بين جسم تاع الانسان بين خليه تاع الانسان وهذا الفيروس هو يلقى يعني تغير باش يعني يعاود يتاثر ويدافكت يعني يدخل داخل الخليه. وهذه بين الاول يعني الفيروس الاولين الاصلي يعني نقول يعني اسمح لي نقول هكذا اصلي والاوميكرون هذا الفيروس اوميكرون تغير 72 مرات للميوتاسيون. وبين بين سي ميوتاسيون كاينين زوج خطيرين. علاش؟ ليعطيو السبب يعني الارتفاع تاع العدد. عندك تغير يعني عندهم واحد حنا في الكرويات الكره التنسين كاين اللي نسقيولو ريسبتور اسي 2 اس 2. هذا الريسبتور كان قوي هذا الاوميكرون
تغير لا بروتين سبايك. طيب الان بروفيسور حنطاله وانت مختص في طب الاطفال، أولياء في الجزائر متخوفون من إصابة أبنائهم بفيروس كورونا، لكن يتساءلون ما هي أعراض ربما التي ستصيب أبناءنا؟ الأعراض يعني اسمح لي، الأعراض يعني حاجة سهلة، يعني ياوي تكون السعلة صغيرة فيها ولا ما فيهاش الوسم، ما فيهاش الحمى، عنده راسه يوجع راسه. شفنا يعني حاجه عرض يعني اللي كان اطفال هي الكرش الجاريه. الكرش الجاريه خاطر كان واحد الباكتيريا تما بيتروين هي تنقص في الكورونا لهذا السبب، يعني اجا سامبلوري يعني غريب صغيره. سي بور سا عند الدراري الصغار عند الدراري ماشي خاطر يعني حاجه بسيطه باش نقول لكم يعني شوف يعني باش العدد يعني باش نشوفوا شحال في يعني شهر اكتوبر في فرنسا، نعطيكم مثال تاع فرنسا بس انا مازال ما عندناش العدد يعني تاع السيكونساج تاع كان 41 ناس على 100,000 ناس اللي كانوا في السبيطارات. هذا السمانه اللي فاتت العدد هذا طلع 528 على طيب. 100,000. ألا يمثل ربما خطورة على صحة الأطفال هذا المتحور الجديد بروفيسور حنطالة؟ ما فيش خطورة يعني باش نقول لكم على تحسب هذاك على العدد هذا كان 26 في الصالة تاع الإنعاش. هادو كي وصلوا للإنعاش عندهم ديجا مناعة حابطة، او عنده مرض السرطان، او عنده مرض واسمه مرض الدم. هادو كاع اللي عندهم يوصلوا يعني حاله خطيره هما اللي عندهم يعني عندهم مرض مختلف معهم يعني مرض. طيب لمعرفه ربما هذا الطفل مصاب بكورونا هي نفس التحاليل التي نجريها على المراهقين هي نفسها؟ تقريبا نفس التحاليل، عندك البي سي ار، عندك التيست انتيجينيك، هادو تقدروا نديروهم. مي كان يا اخي قال الاخ بيطان قال يعني شويه غالي التيست انتيجينيك كما 1000 دينار، مي يعني ماشي الناس الكل اللي يديروا 1000 دينار. كان طريقه واحده اخرى اقل من 6 سنين لو بي سي ار ولا التيست انتيجينيك صعوبات وما يقدرش يعطيك يعني 100%، خاطر عندهم ميكوز نازال هذيك في النيف تاعهم صغيره بزاف بارابور انسان كبير. لهذا السبب يديروا تيست صاليفات احسن، يعني تيست صاليفات تقدر ديرو وتقدر ديرو حتى في الدار، مي ماهوش موجود يعني كثيرا في الجزائر. مي سينو بالتيست انتيجينيك سي لي ميم يعني تحاليل كيف يعني كي البي سي ار كي التيست انتيجينيك. طيب نعاود نقول واحد الجزئيه فقط، الاطفال اللي كان بوزيتيف بالتيست انتيجينيك كان عنده 16 يوم هذه في الكندا. طيب نعود لواحد الجزئيه فقط، الاسهال عند الاطفال ربما من بين الاعراض الاصابه بالفيروس، الاسهال. نعم اسهال، نعم فيه هو يعني انسان يجي يعني بالسطر في كرشه فيه الاعراض يعني في البطنيه، هي ربما يعني في الحاله هذه يعني نقول لك يعني ب 60% و 70% هي اعراض تاع الكورونا. ما هي الادويه ربما التي توصف للاطفال المصابين بالفيروس؟ هل هي نفسها او لا؟ نعم لا ماهيش نفسها، يعني ماهوش نفسها. شوف يعني على حسب كل طفل هو عنده الاخر تاعه، كل طفل يعني كاين انتيبيوتيك لو نعطيو له باراسيتامول يعني باش نحطوا الحمى تاعو، اذا عنده كرشو جاريه نعطيو له برك دول الادويه، هي على حسب واش عنده العرض، على حسب واش عنده العرض نعطيو باسكو عند الاطفال ماهيش خطيره كيما الانسان كبير. فيه كذلك ربما في اطباء ومختصين يعني مصاب
أي شخص سواء طفل أو مراهق مصاب بفيروس كورونا عليه القيام بالحجر المنزلي، خاصة عند الأطفال الذين ربما يستطيعون نقل العدوى وبصفة أسرع من الأطفال إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص المتواجدين في محيطهم؟ لذلك في كل مرة نقول يجب عزل المصابين خاصة الأطفال، والآن فيه تعليق الدراسة لمدة 10 أيام، إذن على الأولياء التلاميذ وعلى الأطفال يبقوا في منازلهم. هذه يعني السؤال يعني مطروحة في العالم، يعني كان بعد أوقات كان ناس بزاف بعد الدروس، يعني بعد الدروس قال لك يعني الطفل ما يعديش بزاف في البداية، يعني داروا تحاليل في منازل في الوافوس وفي المدارس. الأول اللي مد المرض الطفل هو الإنسان كبير، ومن بعد بيناتهم أقل من 6 سنين ما عندك ما تخاف، ما كانش بزاف تناقل الكورونا بيناتهم. من 12 سنة يولي العدد كيما إنسان كبير، هذه يعني من ناحية المناعة، من ناحية علاش الفيروس هذا. الفيروس قلت لك تبدل تغير، دار 72 مرة تغير، وعنده ظهر ولا درك قوي. علاه قوي؟ باسكو درك عنده بروتين اس تعرف تدخل بسهولة في الخلية تاع الانسان. قلت لك ولات كما يقول، ولات يعطيو لك لا شارج فيرال، طو دو ريبليكاسيون كيما يقولوا الاجنبيين، قوي على الفيروس الاصلي. لهذا السبب عندك يعني عندك السبب هذه اللي تفهم باللي كورونا اوميكرون، هذا اوميكرون باش يعني نقول اوميكرون، يعني في الاول شهر ديسمبر بدايه ديسمبر كان عندنا واحد ولا زوج يعني مرض الكورونا بالاوميكرون. دونك راهي يعني بالسيكونساج اللي يديروا في الانستيتيو باستر وني تقريبا بين 60 و70%، وراح هذا اليامات على السمانه ربما نوصلوا يعني البلاطون اللي منحطوا يولي يطلع 70-80% كيما البلدان الاخرين، يعني وين راه بال 90% تقريبا غير الاوميكرون. وهو دائما يتخلب يعني انسان، يعني الفيروس اللي يكون كاثر اكثر هو يتعلب على الاضعاف اللي كان مقبله من السابق. بروفيسور جعفر حنطالة، رئيس مصلحة جراحة الأطفال بمستشفى بني مستوس، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. معلش أخي نزيد نكمل يعني الحاجة باختصار. عندنا السؤال، يعني إنسان مرأة اللي ترضع في ولدها، أها تفضل. كاين بزاف الإنسان يقولون خافوا نمدوا نرضعوا ولادنا. لا، لازم تمدي له يرضع، لأن السبب يعني هاد دروس، يعني دروس اللي في كندا وفي اسبانيا ما بينوش الفيروس اوميكرون دخل الحليب الام، وكونتير دخل الحليب الام كاين مناعه لترفع له المناعه وتعطيه يعني السبب باش ما يمرش. اذا ما فيش مخاوف اذا كانت الام المرضعه مصابه بالفيروس يعني كورونا يعني تستطيع ان ترضع ابنها. يديروا برك الباسك، يديروا برك الكمامه، والسلام عليكم. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك بروفيسور جعفر حنطالة على كل هذه التفاصيل والمداخله، شكرا جزيلا لك. بروفيسور ايدير بيطام يبقى معنا، فاصل اعلاني فقط ثم نعود. تحية مسائية مجددة لكم مشاهدينا، عودة لاستكمال النقاش مع ضيفي البروفيسور إدير البيطام. بروفيسور، الآن والجزائر تعيش الموجة الرابعة، فيه العديد من المواطنين الذين أصيبوا بفيروس كورونا وخلال الموجات السابقة، والآن أصيبوا كذلك مرة أخرى بهذا الفيروس. تساؤلات كثيرة تطرح في هذا الشأن. نعم، اللي داروا الكوفيد في الموجه الثالثه مثل عندهم شويه المناعه. لازم تعرفوا دوك الموجه الثالثه ما عندهاش 3 شهور اللي كملت اللي دارت الذروه تاعها. دونك الناس اللي عندهم الكوفيد في الموجه الثالثه مثل عندهم المناعه، هذا واش يعطينا هذا كما نقولوا هذا الفرضيه باللي الناس اللي عندها دوك الكوفيد يجي لها خفيفه خاطر عندها المناعه. البي خفت شويه الحالات كما نقولوا اللي عندهم الاعراض تكون خفيفه، وزيد على الناس اللي داروا ديجا اللقاحات هذا واش خف الاخر. وزياده على ذلك كما قلنا 50% من الحالات هي حالات الاوميكرون،
حسب الاحصائيه تاع معهد باستور 56% من الحالات هي حالات الاوميكرون، وهذا ما يرجع نقول بلي الحمد لله الحالات هذو خفاف بزاف، ولكن كما نقول هذا السيف ذي حدين، ما نقدرش نقول حاجه سهله، هي حاجه سهله وعره في نفس الوقت. وعلاش وعره؟ خاطر تنسبوا 70% من الاسيره في المستشفيات راهي معمره، دونك بقاو 30%، كنزيدوا 30% من الحالات نلحقوا كما الموجه الثالثه. دونك هذا حاجه خطيره، هذا واش راح صاير دوكا في بلادنا. ولكن كما نقولوا الحيطه والحذر، لازم واحد يكون عنده شويه الوعي ثاني. كنهضروا على الاوميكرون، الاوميكرون حقيقه الاطفال هما كما قالوا نواقل فعاله جدا، سي دي فري فيكتور، دي فيكتور كومبيتون. ان فيكتور كومبيتون معناتها بلي الطفل يقدر يكون حتى عرض ولا يقدر يكون اعراض، ولكن الاطفال يحملوا الكوفيد خير من الكبار. يعني نقولوا الاطفال الحمد لله ما عندهمش خطوره، 90% من الاطفال ما يسحقوا ما بالادويه، وحدهم يديروا المناعه، وحدهم يكافحوا طبيعيا ضد الفيروسات، ولكن عندنا 10% من الحالات وين لازم فيها الاستشفاء، فيها يروحوا للسبيطارات، يقدروا يكونوا في المستشفى ولا، ولكن كما نقولوا 10% فقط من الاطفال اللي يسحقوا هذه العنايه في المستشفى. ولكن الطفل هذا ما يخوفش، ماشي هو اللي يخوفنا، واش يخوفنا سي سرعه الانتشار الفيروس من الطفل الى افراد العائله. كي يدخل للدار راح ينقل الفيروس لكل افراد العائله. راني نقول لكم اللي كل افراد العائله والطفل يكون ايجابي، ستادير بوزيتيف، ينقل الفيروسات. والناس راكم تشوفوا كاين بزاف اللي ما داروش لقاحات، اللي ما داروش لقاحات اللقاحات وما كاش كما نقولوا زيد التهاون، دونك ما يديروش كما نقولوا الميزور باريير، دونك كما نقولوا اجراءات التباعد والاجراءات الوقائيه. دونك هذا واش راح يصرى له، هذا هو من الناس نصيبوهم في الانعاش ونصيبوهم. طيب ما لازمش نلحقوا لحد وين نلحقوا 100% من الاسره في المستشفيات مملوءه. طيب الملاحظ كذلك بروفيسور يدير بطافي الموجة الرابعة، فيها أشخاص تلقوا الجرعة الأولى والجرعة الثانية من لقاحات المضادة لفيروس كورونا كوفيد 19، لكن كذلك أصيبوا على الرغم أنه ربما الإصابة تكون أقل خطورة. تساؤلات كثيرة، تساؤلات كثيرة تطرح في هذا الشأن. هل لازم تعرفوا ولا تبعتوا مختصين في الفيروسات، مختصين في الامراض المتنقله والامراض المعديه، واش راهم يقولوا لكم؟ هم يقول لكم اللي داروا لقاح ما يمنعلوش باش يكون مصاب جديدا مجددا في الفيروس. دونك هذاك يقدر يكون مصاب ويقدر ينقل ثاني، ولكن حنا كي يقول واحد راح كي يدير لقاح يحمي نفسه ويحمي المجتمع تاعو الافراد العائله تاعو، وعلاش؟ خاطر راح يدير الاجسام المضاده، والاجسام المضاده اللي راح يديرهم هما راحين يدير الجيش تاعو باش يحميه ضد كل طفرات مهما تكون خطوره الطفره اللي تجي يحميه. ولكن الاحصائيات اللي عندنا حنا في الجزائر عندنا 94% ولا 95%، قريب 95% من الحالات اللي داروا اللقاحات ما لحقوش الانعاش، ما لحقوش للموت، ولكن مالوغوزمون عندنا 5% من الحالات وين داروا لقاحات صابوا راحتهم في الانعاش، كاين مام حالات الوفاة، ولكن حالات كي نديروا الاحصائيات هي خفيفة جدا. شي حاجة كبيرة. وهذا واش يقول، هذا هو أهمية اللقاح، أهمية اللقاح تحامينا ضد الموت، تمشي من الموت إن شاء الله، وتنجينا من الإنعاش، ما يلحقش حتى يلحق الأكسجين، ما يلحقش وين يسحق يكون في صحيح العناية. في هذه النقطة بروفيسور إدير بيطام، شفنا أن العديد من دول العالم ودول أوروبية بالخصوص سجلت أرقام قياسية للحصيلة اليومية للإصابات بفيروس كورونا، لكن الوفيات كانت بنسب ضئيلة ضئيلة جدا مقارنة بعدد الإصابات، خاصة أنها يعني وصلت إلى نسب تلقيح عالية جدا. الآن يعني شفنا بعض الدول التي أعلنت عن قرارات تتعلق ب
الرفع التدريجي لقيود كورونا بداية من اليوم مثلا، وكذلك بداية من شهر فبراير الداخل، هل تعتقد أنه فيروس كورونا سيصبح كالإنفلونزا الموسمية وسنتعايش معه كباقي الفيروسات التنفسية؟ شكرا لهذا السؤال جهيز. عندنا حقيقة حنا دوكا ما نقدرش نديرو كما راهم يديرو في أوروبا ولا في أمريكا ولا في بريطانيا. هما وعلاش؟ خاطر هم شافوا الإحصائيات، والإحصائيات الأوميكرون تغلب على الدلتا. حنا مازالنا رانا 50-50%، تادي كما قلت فارقا قلنا بلي 50% من حالات الكوفيد 50% يقدر يكون دلتا كما يقدر يكون أوميكرون. ومستشفيات تاعنا راهي معمره، دونك راه الاسيره تاعنا راهي 70%. حنا على بها دوكا حنستناو حتى فيفري كما قلت، الاسبوع الاول او الاسبوع الثاني من فيفري باش نلحقوا ان شاء الله اوميكرون هو راح يجتز، دونك راح يغلب ان شاء الله الدلتا، وفي هذاك الوقت نقدروا نحيو كل الحواجز كما نقولوا لي بافيتس، دونك الكمامه، نقدروا نديروا التباعد. وعلاش؟ خاطر من بعد لازم انسان اللي ماهوش ملقح وانسان ما عندوش المناعه لازم يكون فيه الكوفيد، لازم كما نقولوا يكون عنده العدوى تاع ان شاء الله اوميكرون. اوميكرون هذاك يقدر ما يديروا حتى عرض اسيمتوماتيك، كما يقدروا يديروا اعراض خفيفه كما انسان راح يدير لقاح. كي ندير اللقاح يعني يقدر يعطيك 3 ايام 4 ايام تقعد هكذاك في كوبا كما نقولوا في الوجع في المفاصل، ولا الوجع في الراس، ولا كما نقولوا زكام صغير تاع يومين 3 ايام، ومن بعد الانسان خلاص يولي طبيعي ويولي يعيش طبيعيا ويكون عنده المناعه، وهذيك المناعه هي راح تحميه ان شاء الله ضد كل طفرات جديده مما تكونش راسها تاعها. هذه هي المناعه الجماعيه ان شاء الله نقدروا نلحقوها، ولكن ما نقدروش نلحقوا ما نقدروش نهضروا هذه الهضره كما راهم يديروا في اوروبا شغل خلاص نحبسوا كاع الحواجز هذوك، خاطر كما قلت ان الدلتا مازال موجود. الدلتا هو اللي راهو مسؤول على الناس اللي راهم في الانعاش، ومسؤول على الناس اللي توفيين ربي يرحمهم ويوسع عليهم. شكرا جزيلا لك البروفيسور يدير بيطام الباحث والمختص في الأمراض المتنقلة والأمراض الاستوائية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة عبر سكايب وعلى كل التفاصيل التي قدمتها لنا وللمشاهدين الكرام. وفي كل مرة مشاهدينا نعيد ونذكر أنه تطبيق التدابير الوقائية هو الحل، كذلك مع القيام بالتلقيح ضد فيروس كورونا هو الحل الأمثل لمواجهة هذه الجائحة، وإن شاء الله نتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين بفيروس كورونا. مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام برنامج تساؤلات لهذا المساء، السلام عليكم.